بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مطبخ بنت النيل في كندا. النهاردة هوريكم طريقة خلطة المحشي، اللي هي عبارة عن البصلة بنشوحها في الزيت، وبنحط عليها الخضرة بتاعتنا المكونة من شبت وبقدونس وكزبرة خضراء. أنا حطيت كله على بعضه وهبتدي اشوحهم تشويحة بسيطة، ياخدوا ريحة بعض، مش اكتر من كده. مجرد ما اخدوا الريحة بضيف عليهم البهارات بتاعتنا وصلصة الطماطم والرز. البهارات بتاعتنا، لا الاول هنضيف صلصة الطماطم، وهنا ضفنا صلصة الطماطم. ايا كان عصير طماطم او معجون الطماطم اللي هو الصلصة الجاهزة مفيش مشكلة. نضيف البهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كمون، فلفل اسود، ملح، ولو عندكم نعناع ناشف يفضل ان انتوا تحطوا شوية، يعني بتطحنوهم في ايديكم او بتطحنوهم وتحطوا شوية. حطيت بقى شوية نعناع ناشف، فركتهم وهنقلبهم مع بعض، وهنبتدي ننزل بالرز بتاعنا على الخلطة. ننزل بالرز بتاعنا، بدل ما يكون رز قصير الحبة بالنسبة للمحشي يبقى أحسن. هنا كان عندي رز للأسف كان مكسر قوي، فقلت هو ده أنسب حاجة للمحشي. أنا جبته وعينته في الجراج والجو كان ساقع أوي، معرفش هل هو ده اللي بوظه ولا لأ، بس anyway هو اتكسر فبقى مناسب جدا للمحشي. نقلب بقى الخلطة بتاعتنا. وبكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة للمحشي. فاصل وان شاء الله هرجع لكم تاني. بالنسبة لتقوير المحشي، طبعا احلى حاجة عشان ما يكسرش معانا المحشي، لان في ناس بتقول ان الكوسة او البتنجان لما بيجوا يقوروا بيتكسر منهم وبيتقطع منهم وبيتخرم يعني. فافضل طريقة ان احنا بنجيب المقوار ده من مصر، مامتي ربنا يخليها يا رب لينا ويحفظها ويبارك في عمرها ويديها الصحة، هي اللي جايبهولي ده. احلى حاجة ان انتوا تقوروا بيها المحشي عشان ما يتكسرش مننا. احنا بنجيب الكوسة بالطريقة دي وبنبتدي نخرم من النص، بطريقة بخط مستقيم، بس انا مش متمكنة ان انا اوريكم عشان ماسكة الموبايل في ايد، بالايد التانية بعمل بيها. احنا بندخله بخط مستقيم وبنغرسه لجوه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. خرمته من جميع النواحي وابتدي اطلع القلب بتاعه. بالطريقة دي مش هيكسر منك المحشي، وانا بطلع بقعد ادور بالطريقة دي. وده منظر المحشي بعد ما اتحشى، بس لسه هيستوي، هنحط له الشوربة ونسويه.